في الحلقات اللي فاتت، أنا اللي بخلص على المشاكل عشان العجلة تدور. نعم يا حبيبي، أنت بتشتغلني. عفريت يا حسام. إيه؟ مش عارف يعني إيه عفريت. غريبة يعني، رجعت سليم. يا أستاذ بلالينو افهمني. أنا ما اسميش بلالينو. أنتوا إيه حكايتكوا بقى؟ وطبعاً لو وافقت هتطلب مني الحاجات الغريبة اللي بيطلبها الدجالين. أنت داخل الشقة بالجزمة، حرام عليك، ده أنا لسه مسحة يا مفتري. حسام جوزي راجل محترم. متشكر يا حنان، ما هو ده العشم برضه. وانا بس اللي من حقي اهزق. ربنا يستر وما نلبس الكلبشات. ان 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 الحلقه الرابعه. طول عمري بحب الحواديت. في الحواديت اللي كنا بنسمعها واحنا يا صغيره، كان دايما في واحد طيب وفي واحد شرير. بس الدنيا مش كده، الدنيا عمرها ما كانت كده. كل بني آدم في الدنيا في حتة طيبة وفي حتة وحشة. كل بني آدم جواه ملاك وجواه شيطان، بس ساعة لما الشيطان يغلب البني آدم اللي جوانا ممكن يخليه يعمل أبشع جريمة. بتحط لي السم في الأكل يا حسام؟ لا سم إيه يا حبيبتي، أنا سمك برضو. دي تلاقيها البسطرمة بس نفخت بطنك. خش الحمام كده وديها مع نفسك، هتبقي كويسة بإذن الله. لا خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ ليه كده يا حسام؟ انا عملت لك ايه ليه؟ حنان انت متي بجد؟ حنان يا نهار اسود، انا اللي عملت كده. تليفون. الو. ايوه يا استاذ بلالينو. بلالينو ايه يا حسام؟ اسمي بلاليني يا سيدي. بلالينو بلاليني بلانيلا. انا قاعد في نصيبه دلوقتي، هو ده وقته؟ تعال بسرعه الحقني. ايه اللي حصل؟ انت عملت لها البسطرمه؟ هي رايقه معاك ليه كده؟ ايوه يا سيدي، وكلتها وشكل الموضوع طلع صح وماتت. تمام. طب دلوقتي دخلت الغيبوبه؟ معرفش والله، هي وقعت على الارض وانا خايف قوي. لا ما تخافش. لا طبعا خايف. الله، انت بتطبطب عليا. طب اعمل ايه؟ اتصل بالبوليس واعترف ولا اعمل ايه؟ انت مجنون يا حسام، هتتصل تقول لهم ايه؟ اعترف اني قتلتها، يمكن يخففوا عليا الحكم. يا ابني اهدى شويه، هتبوظ كل حاجه، هي اصلا لسه ما ماتتش. ايوه، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ استنى نصايا كده وبعدين اتصل بالاسعاف ونقلها للمستشفى. يا نهار اسود ومنيل، يعني انا هفضل قاعد جنب الجثه لوحدي نص ساعه؟ لا اخاف اكتر. تعال اقعد معايا. لا طبعا ما ينفعش اجي دلوقتي. ايه يا حسام، انت كده هتكشفنا. اكشفك ايه؟ طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا خايف. ما تخافش خالص، اطمن. وانا هبعت لك ضياء. ضياء مين وبلالينه ايه؟ اخوك دوت؟ لا ده العفريت اللي بيعمل التعويذه. يا نهار اسود ومنيل، يا جدع بقول لك خايف اقعد مع جثه تقوم تبعت لي عفريت واسمه ضياء؟ يعني لو اسمه هشام كان يبقى تمام معاك. وبعدين ما هو لازم يجي عشان يكمل شغله. يكمل شغله ايه؟ هو بيشطب شقه لسه هيكمل. ايوه، اصل هو ليه عندي فلوس من واحده لسه قتلها الاسبوع اللي فات، فمرضيش يخلص شغل مراتك غير لما حاسب. يا جماعه انتوا عفاريت ولا نقاشين؟ تحاسبوا ايه ونيله ايه؟ اصبر انت بس، انا عارف بتعامل مع العفاريت دي ازاي. المهم لما يجيلك ما تقولوش ان احنا اتكلمنا، عشان انا قافل تليفوني ومش برد عليه. لما يجيلك اتحايل عليه يخلص شغله عشان الموضوع ما يبوظش. وخد بالك لو ما كملش شغله مراتك هتفوق، وانت عارف مراتك لما تفوق هتعمل ايه يا حسام. انت ما قلتليش الكلام ده من الاول ليه؟ ليه؟ خلاص بقى يا حسام، تعامل مع الامر الواقع. يلا انشف، قوله اني هبقى حاسبه اول الشهر لما اقبض من الملاهي. انا قلت من الاول انك راجل اهبل. والله راجل اهبل شكلك. في حد عاقل اسمه بلالينو؟ يا راجل اقعد. حسام اسمي بلاليني، ومن فضلك احترم نفسك، دي هوايه مش اكتر. انا بشتغل في الملاهي الصبح، بعمل فخه الساحر التنين، وبالليل بشتغل مدرب اسود في السيرك. ما انت لو مهتم كنت سالتني من الاول. لو مهتم كنت سالتك. هو انت قريب حنان مراتي ولا ايه؟ يا عم الساحر خلصني، قول لي انا اعمل ايه دلوقتي. ما تعملش حاجه، ضياء هيجي لك دلوقتي وتفهموا سوا. سلام، عشان فقره الاسد هتبتدي. استنى رافي. ايه الكانومه؟ قلت لك ما تطفيش في النار قبل ما اقول لك. بلالينو سيبها النومه وكنمني. يا دي النيله المهببه، يا دي النيله السودا، انا اللي وقعت نفسي فيها. سامعيكم يا جدعان. وعليكم السلام. يا نهار اسود ومنيل، لا حابس الحقيني يا امه. عفريت عملت يا بل عليا بصراحه، هو ده اخري. يا حنان
انت السبب، انت السبب يا حنان، انت اللي خليتيني اعمل كده. يا حنان، يا حنان. فوق استاذ حسين يا اسطى. قوم بقى ورانا مرانا، ما تتعبنيش. انا فين؟ انا ما اتفقتش على اتنين في النحتية دي. الحقوني يا ناس، الحقوني يا كل. في يا عم، اتخضيت كده ليه؟ انت شفت شبح ولا ايه؟ انا بصراحة افتكرت حضرتك شبح فعلا. لا اطمن، انا شبح بس يعني اطمن، انا مش شبح قوي. طب الحمد لله. لا يعني انا شبح بس انا في الاساس عفريت. يا نهار اسود، عفريت يا ناس، عفريت يا كل. يا عم ما تخافش كده، انت مش عارفني ولا ايه؟ لا لا، الحقيقة مش عارفك. انا ضياء. ضياء مين؟ ضياء اللي نفذ التعويذة على البسطرمة. هو انت حبيبي يا ضياء؟ ياه، ده انت خلصتني من مشكلة كبيرة قوي. تقولش كده يا راجل، احنا اخوات. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. شكرني على ايه يا راجل؟ ده انا المفروض اشكرك. انت ما تعرفش السعادة اللي بحس بيها كل ما اقتل زوجة. بتحس بالسعادة بعد ما تقتلهم؟ جدا، مش قادر اقولك، بتحرق من جوه. لا اله الا الله، عيني، ده احساس صعب قوي. لا يا عم صعب ايه، بقولك احساس جميل. اعوذ بالله، انا قلقان اقول له اعوذ بالله يتحرق، بس ده احساس صعب قوي. ايوه طبعا، ما انا عفريت يعني ايه؟ يعني مخلوق من نار. انت بقى ايه؟ بني ادم، يعني مخلوق من طين. يعني مثلا لما يومك يبقى حلو بتقول كان يومي طيب، مش كده؟ لا طبعا، يوم طيب دي حاجة وحشة قوي. انتوا بقى متخلفين، عامل لكم ايه؟ مستكبرين على الحاجة اللي اتخلقتوا منها، لكن احنا بنحب النار جدا. طب اتفضل يا استاذ ضياء بيه، هتكمل شغلك ازاي؟ استاذ ضياء بيه، هو احنا قاعدين في ميتنج؟ ده انت ناقص تبعت فيا ميل شكر وبونص. يا عم قلت لك تمام في بيتها، بس معلش مش هكمل حاجة غير لما الاستاذ نديم يحاسبني. ابوس ايدك يا ضياء باشا، انا تحت امرك، والله العظيم انا هحاسبك، بس ابوس ايدك، كمل شغلك لحسن الست اللي قدامك دي لو صحيت هتخنقني، ومش بعيد مع احترامي لسيادتك تخنقك انت كمان. لا انت ازاي كده ما تعرفنيش؟ لا هو حضرتك اللي ما تعرفش حنان مراتي. ياه، الدرجه دي مراتك كانت مبهدلك؟ شوف يا ضياء يا اخويا، اسمح لي اشيل الالقاب. لا اشيل يا عم، احنا اخوات خلاص. العفاريت مخلوقين من ايه؟ نار. والرجاله مخلوقين من ايه؟ طين. والستات مخلوقين من ايه؟ طين برضو. لا يا سيدي، الستات مخلوقين من ضلع ادم، يعني مخلوقين من عظمه اللي هي في الشمال كده ناحيه القلب، والعظمه دي بقى متعوده على الدوشه، جنبها القلب بيعمل بيم بيم، والمعده بتعمل باك باك، والقولون بيعمل بيم بيم. لا يا راجل. ايوه طبعا، كائن طالع من وسط الدوشه والغازات دي كلها، مستني منه ايه؟ هما بيحبوا الدوشه، يموتوا فيها. تبقى قاعد في بيتك يوم اجازتك مأنتخ، لا بيك ولا عليك، تلاقيها قامت راحت منفضه وجابت المكنسه الكهربا وتبني كوبري ما بين الحمام والمطبخ، اي دوشه وخلاص. فعلا عندك حق، بس انا مراتي بقى كانت بتشغل المكنسه وتخليني انا اللي اقوم انظف الشقه برضه. هم دماغهم متركبه شمال. عندك حق، الواحد لو يقدر كان يعيش من غير ستات، بس للاسف وجودهم مهم قوي. في بقى قول لي حاجه واحده محتاجين فيها الستات. في ال البسبوسه يعني وكده. قصدك في الهق والمق والطبله والرق. ايوه فعلا. ما هو ده اللي جايب البشر ورا، ان الرجاله ما يفكروش غير في قله الادب، ويفضل الراجل بيدون يلف ويدور ويحرجم عشان يتجوز، وهم يومين تلاتة تدلع نفسك وبعديها بترجع زي القرد العازب، صح ولا لا؟ ما هو الموضوع اصلا مش شبه اللي حضرتك فاكره، اصل الموضوع ولا اصل ولا فصل. طب بذمتك انت متجوز بقالك قد ايه؟ سنة. طب بذمتك برضو قلت ادبك اكتر من ثلاث مرات؟ وللصراحة ما تكدبش، احنا عفاريت وبنشوف كل حاجة. عندك حق. طب بما اننا بقينا اصحاب وعشرة وفي بيننا بسطرمة وجثة وتعويذة، استأذنك والنبي تكمل شغلك، الله يخليك، ربنا يعمل بيتك يجعلك في كل خطوة جريمة. ايه يا حسام يا اخي، سعبت عليا، عيني على فكرة ما بحبش ادخل المشاعر في الشغل. يعني خلاص هتكمل؟ تبرو حسل يا سونس، يلا اتصل بالاسعاف. بلاش سونسون ديت، خلاص انا اعتبرتها شتيمه والله. اكلمهم اقول لهم ايه؟ لهم ان مراتك وقعت ومش عارف مالها. طب لما يكشفوا عليها مش هيكتشفوا موضوع البسطرمه؟ لا ما تخافش، الدكتور هيقول كل الاعضاء شغاله عادي ومفيش سبب واضح للغيبوبه. انت متاكد؟ هيبقى ليك يا سونسون، ده انا مرفوض من اعدادي طب. على خيره الله، ما اتصل بالتليفون. الو، ايوه يا اسعاف، الحقوني الحقوني يا اسعاف، الحقوني. مراتي بتروح مني. يا اسعاف. ده لسه ما ردوش. شلطه مرمطه همت رطرطه كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح وبقيت اشبه حبيها نوح وشلت اللقطه.
شقلطة مرمطة اهمت رطرطة كنا نخلص منها بقت زروطة سبعت الروح ولقيت اشبه فيها نوح وشيرت اللطة. طمنا يا دكتور. ايوه طمني يا دكتور طمني. طمنا يا دكتور حنان بنتي جرالها ايه؟ ما تقلقوش يا جماعه ان شاء الله خير. يعني هي عندها ايه يا دكتور؟ في الحقيقه كل الاعضاء شغاله عادي ومفيش سبب واضح للغيبوبه. ما تقلقوش ان شاء الله خير. يا ابن اللعيبه ضياء ده انت طلعت عفريت بصحيح. طيب ممكن ادخل اطمن عليها؟ انا اسف بس لازم اكون صريح مع حضرتك جدا، هي في غيبوبه يعني مش هتبقى حاسه بوجود حضرتك خالص. معلش بس انا عايزه ادخل اشوفها ولو دقيقه واحده. اتفضلوا كلكم شوفوها. يا حبيبتي يا بنتي. اهدي يا هدى اهدي. اتفضل حضرتك كمان لو تحب تشوفها. انا لا اصلا ما اقدرش اشوفها وهي في الحاله دي. ما تقلقش انا شفت ناس كتير بيجي لها حاله شبه دي وبيفوقوا بعدها وبيرجعوا احسن من الاول. انت متاكد يا دكتور من الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ طبعا اوعى تفقد الامل ابدا يا استاذ. يا حبيبتي يا حنان. يا حنان. يا حنان ما تردش فيها الروح خلصني بقى من ذمة. الو ايوه يا حسام. ايوه يا استاذ بلالينو. انا بلالينو. اوكي مش بلاليني. ايه الاخبار عندك؟ الاخبار ما تتحكيش في التليفون انا لازم اشوف. طيب انا قاعد على قهوه بنت جنيه هبعت لك لوكيشن. جاي لك حالا. عملت يابا اللي عليا بصراحه هو ده اخري. هيا حطي السودا يا يابا. يا حسن السودة يا رامة. ما تهدى بقى يا حسام هتفضحنا. أنا مش فاهم أنا مش عارف إزاي سمعت كلامك. الله يخرب بيتك يا بلالينو. هو إيه الأسامي الغريبة اللي بتقول؟ أنت ما بتقولش بلاليني خالص ليه؟ يا سلام هو ده اللي همك دلوقتي؟ أيوة اسم العيلة يا أخي يعني العيلة المالكة. المهم طمني حصل إيه في المستشفى؟ الدكتور بيقول إن الأعضاء كلها سليمة وشغالة مش عارفين سبب الغيبوبة. حلو ألف مبروك على نجاح الخطة. قصدك ألف مبروك على المشنقة. مشنقة إيه يا جدع أنت؟ إيه اللي بتقوله ده؟ زي ما سمعت الدكتور بيقول إنه شاف حالات كتير زي دي وفاقوا عادي يعني وبيرجعوا أحسن من الأول. يا حصتي السودة يا أم. وأنت صدقت الكلام ده؟ ما صدقش ليه؟ ما هو كلام راجل دكتور ومحترم مش ساحر كده وبينط مع الأسود. يا عبيط ده بيقول كده عشان يواسيكوا. يعني أنت عايزه يقول لكم إنها هتموت؟ أنت قصدك إيه؟ قصدي انه كلام بيصبرك بيه انت واهلها لكن الموضوع خلصان. قوم روح نام وما تفكرش في حاجه. الراجل ده مقنع قوي ليه كده؟ انا دماغي هتنفجر من الصداع. طب يلا قوم روح قوم. الحساب يا بكلاويز. شقلطه مرمطه اهمت رطرطه كنا نخلص منها بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشبه فيها نوح وشيرت اللطه. يا سلام اخيرا الواحد رجع. في مفتاح باب العمارة. أستاذ حسام إزاي حضرتك؟ هو حضرتك بتكلمين أنا؟ أيوة أنت مش عارفني ولا إيه؟ لا والله مش واخد بالي. أنا مايا جارتك اللي في التاسع. جارتي في التاسع. أهلا وسهلا. أهلا بيك. طمني على مدام حنان من فضل. ما تجيبيليش سيرتها والله هي لسه في المستشفى. ألف سلامة عليها. طيب وانت رايح لها المرة اللي جاية يبقى قولي نروح سوا. تحت امرك طبعا. شوفي تحبي تروحي امتى وانا معاكي. اقصد يعني نستاذن جوز حضرتك الاول. لا انا مش متجوزة. طب حلو قوي حلو قوي قوي تمام. تحبي تروحي امتى ولا تطلعي معايا نستنى لحد ما نروح بكرة؟ بص خد رقمي ونزبطها سوا عشان لازم امشي دلوقتي. عندك حق. خلاص ماشي. مالين الرقم؟ 01 دول رقمين بس. مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة. يا سلام ايه ده المزة ديت اهي دي الستات ولا بلاش؟ لا والله لا وكمان ايه اسمها جميل قوي. مايا مش حنان نسخة من إليسا بنت الإيه. ياه الحمد لله أخيراً رجعت البيت وحنام. إيه أيوة كده الواحد أخيراً حيرتاح وياخد السرير كله لوحده. يا سلام أخيراً حنام. حمد لله على السلامة يا أستاذ حسام. حنام يا لهوي.